من ضمن الأسئلة، عملت عملية الحاجز الأنفي من 10 أيام ولسه مفيش تحسن. طبعا أنا وفقا لتجربتي أنا عملت كمان العملية دي، أكيد التحسن مش بيكون في خلال 10 أيام يا صديقي العزيز، انتظر، ده ممكن تقعد في خلال 3 شهور ولسه الموضوع، لسه الدنيا ما اتظبطتش، فانتظر ومفيش أي مشكلة. حافظ بس على المنطقة دي، لأنك بتبقى استعداد الحاجز الأنفي دي لكنها عظمة ومعوجة، ف اتظبطت وتم استعدالها، فنخلي بالنا بس من النقطة دي بالراحة، ريلاكس. لا أنا بقول لك، هو لمدة 3 شهور، في خلال المدة دي أنت لسه الدنيا بتتقفل وبتظبط وبتعمل، فبلاش داعي لأي حاجة. ونصيحتي كمان، بلاش حركة كتير، بلاش تلعب في المنطقة دي كتير، تابع مع الدكتور، في الغالب بيكون حاطط دعامة علشان تثبت المنطقة دي، فحافظ على هذه المنطقة. عادي جدا إن بعد العملية في خلال 10 أيام ما يكونش في تحسن، عادي جدا خالص، اهم حاجه الراحه والانتظام في الادويه، وان شاء الله لما تروح للدكتور ويعمل فولوينج اب الدنيا تتحسن مع الوقت. بالتوفيق.